لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بداية أتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على هذا المؤتمر، وقد سعدت كثيرا بالمشاركة مع هذه الكوكبة المشرقة وإتاحة الفرصة لي بتقديم هذا البحث، والذي هو جاء بعنوان عبدة الشيطان في العالم العربي، خطرهم وسبل مواجهتهم. شارك في إعداد هذا البحث دكتور محمد السيد عبده والدكتور محمد إبراهيم صقر. وقد تأتي أهمية هذا الموضوع في أنه يعتبر من القضايا المعاصرة والنوازل المستجدة التي ينبغي على الباحثين وضع حلول لها. لذلك نرى المجتمعات الإسلامية اليوم تعيش حاليا مرحلة من الانفتاح غير المنظم وغير المنظم على كل الواردات التقنية والثقافية، الأمر الذي أدى إلى خلق تناقضات فكرية وسلوكية عند الشباب المسلم. أهمية هذا الموضوع أيضا أنه يعنى بالكشف عن مخططات الشيطان وأتباعه في الأرض لتحذير الناس من مصائده ومخاطره، خاصة وأن هذه الظاهرة قد أصبح لها جماعة منظمة تدعو لأفكارها وتنشر فسادها بين الناس في القديم والحديث. وأهداف الدراسة، أهداف هذه الدراسة يتبين منها إظهار وإبراز هذه الفرقة لأصحاب القيم والمبادئ الأخلاقية عامة وللمسلمين خاصة، حتى يتسنى لهم الوقاية منها. كذلك من أهداف هذه الدراسة النظر في تاريخ الإسلام ومعرفة كيفية تعامل الإسلام مع عبادة الشيطان. ثالثا، معرفة المنهج الإسلامي في مواجهة هذه الانحرافات في مثل هذه الأوقات التي نعيشها. وقد جاءت إشكالية البحث التي تتمحور في الإجابة على الأسئلة التالية: هل من حلول لمواجهة خطر هذه الفرقة؟ ثانيا، أن بعض الناس أو يظن البعض من الناس عامة وطلاب العلم خاصة أن هذه الفرقة وليدة العصر، فهل لها جذور تاريخية؟ ثالثا، ما موقف الشريعة الإسلامية تجاه هذه الفرقة الشيطانية؟ وقد جاء هيكل البحث في مقدمة، والتي نتناول فيه أسباب اختيار الموضوع ومشكلات البحث وأهدافه. ثم يأتي بعد ذلك المبحث الأول، التعريف والنشأة، ثم المبحث الثاني، أفكار هذه الفرقة وعقائدهم، ثم بعد ذلك المبحث الثالث، أخطار هذه الفرقة على المجتمع المسلم وغير المسلم، ثم المبحث الرابع، سبل مواجهة هذه الفرقة الشيطانية، ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات. في المبحث الأول تناولنا فيه تعريف العبادة وتعريف الشيطان وتعريف ومفهوم عبادة الشيطان. فتعريف العبادة كما عرفه الإمام ابن تيمية رحمه الله، فقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وبالتالي فالعبادة كأنها ترجمة، فهي ترجمة عملية للإيمان والطاعة عبر الاستجابة الكاملة والانقياد التام لأوامر الله فيما افترض وأحب من أعمال. الشيطان، هذه كلمة كما نعرف أنها بنا في عند علماء اللغة جاءت بمعنى الشطن، يعني الحبل شديد الفتل، ومن شاط أي هلك واحترق، ومن الشطط وهو مجاوزة الحد والبعد والظلم والغلو. وفي إصلاح العلماء سنجد أن كلمة شيطان تدل على مخلوق محدد معروف خلق من نار، حيث قال الله سبحانه وتعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وبالتالي مفهوم عبادة الشيطان معنى أن من يتبعه يتخذ الشيطان نفسه إلها يعبد من دون الله. فعبادة الشيطان هي اتخاذ الشيطان نفسه إلها يعبد من دون الله من قبل الناس الذين يتبعوه، ويطاع ويقدس وتقدم له طقوس وأشكال معينة يتخيلها العابد مرضاة للشيطان. لو نظرنا بعد ذلك في هذا المبحث أيضا، الجذور قمنا بدراسة الجذور التاريخية لهذه الفرقة، سنجد أنها قديما كان في القديم يعتقد أن بداية هذا الفكر من قبل الباحثين يعتقدون أن بداية هذا الفكر كان في القرن الأول للميلاد عند ما يسمى بالغنوصيين. وهؤلاء كانوا ينظرون إلى الشيطان على أنه مساو لله تعالى في القوة والسلطان. وظهرت فكرة عبادة الشيطان وتقديسه في عدد من الديانات القديمة أيضا،
تحدثنا عنها كثيرا في داخل هذا البحث، وكان عند بعضها آلهة عديدة تمثل الشر. في القرون الوسطى ظهرت في أوروبا عدة جماعات تتخذ من الشيطان إلها ومعبودا، منها جماعة فرسان الهيكل، والتي ظهرت في فرنسا وكان لها اجتماعات ليلية مغلقة تبتهل فيها للشيطان وتزعم أنه يزورها بصورة امرأة، وتقوم هذه الجماعة بسب المسيح وأمه وحواريه وتدعو أتباعها إلى تدنيس كل ما هو مقدس، وأشياء أخرى كثيرة تناولناها في هذا البحث أيضا. في العصر الحديث أو ظهورها الحديث، ظهور هذه الفرقة حديثا بدأ في عام 1948. البريطاني ليستر كراولي والذي تخرج من جامعة كامبريدج ألف كتابا سماه الشيطان الأبيض، دافع فيه عن الإثارة والشهوات الجنسية، وألقى محاضرات مطولة عن الجنس في بريطانيا، وأصبح بعد ذلك هو المعلم الأول لجماعة عبدة الشيطان، والتي أخذت بعد ذلك تنتشر في الولايات المتحدة. وفي عام 1900 ميلاديا ترك كراولي جماعة تسمى بالعهد الذهبي، وأسس جماعة خاصة به أطلق عليها النجم الفضي. بعد ذلك انتقلت هذه الفرقة وأفكار هذه الفرقة إلى المجتمع العربي والإسلامي، وساعد على انتقالها بعض العوامل أدت إلى دخولها إلى بعض الدول الإسلامية. من أهم هذه العوامل تطور وسائل الاتصالات، خاصة وأن شبكة الإنترنت هي الوسيلة الأهم لنشر أفكار والتواصل بين الأتباع، وهذه الفرقة لهم على شبكة الإنترنت أكثر من 8000 عنوان. أيضا من هذه العوامل تسارع وتيرة التطبيع بين الدول اليهودية والعديد من الدول العربية والإسلامية، وهذا الأمر أدى إلى زيادة السلطة بين مواطني هذه الدول وبين اليهود، لا سيما أن الشيطان حسب العقيدة اليهودية رمز من رموز القوة المطلقة التي تضاهي قوة الله سبحانه وتعالى، كما أنهم لا يحملون الشيطان وزر إغواء آدم وإخراجه من الجنة. كذلك من العوامل التي ساعدت على دخول هذه الفرقة إلى الدول الإسلامية والعالم العربي ترويج الكتاب اليساريين للأفكار المنحرفة في المجتمعات الإسلامية، وقد اعتبر أن من إرهاصات فكر عبادة الشيطان في بلادنا المحاضرة ألقاها في بيروت شيوعي سوري صادق جلال العظم، وكانت هذه المحاضرة بعنوان مأساة إبليس، دعا فيها إلى رد الاعتبار لإبليس والكف عن كيل السباب له والتعوذ منه والعفو عنه. وانتشرت هذه الفرقة في أماكن كثيرة في العالم العربي، منها مصر ومنها الأردن ومنها لبنان ومنها البحرين ومنها المغرب، ويوجد فيها كلام في هذا الأمر كلام كثير. المبحث الثاني تناولنا فيه أفكار هذه الفرقة ومعتقداتهم، خاصة أولا في عقيدتهم في الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن مسألة الألوهية الأساس الذي تقوم عليها الأديان والعقائد فهي أصلها ومناطها، وعبدة الشيطان عندما نظروا إلى هذه المسألة كانت نظرتهم مختلفة في وجود الله تعالى وصفاته، فلم يكن لهم عقيدة ثابتة. فهناك فريق منهم يؤمن بوجود الله تعالى، ولكن مع ذلك يؤمن أيضا بأن الشيطان له مكانة عظيمة مرموقة يستحق بها التقديس. وهذه الفرقة يؤكد عليها أنتون ليبي في الإنجيل الشيطاني، حيث يقول: وهناك مجموعة من عبدة الشيطان تسمى اليزيدية، يعتقدون بأن الإله هو مصدر القوة كلها لكنه شديد العفو، لذلك فإنهم يعتقدون أن الشيطان هو من يستحق الرجاء كونه الشخص الذي يدير أمورهم على الأرض. هناك فريق آخر، وهؤلاء منتشرون في وقتنا المعاصر أيضا، منتشرون كثيرا وهم الغالبية، وهم الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى تماما، ويقولون أنه لا يوجد إله لهذا الكون وأن فكرة الله من صنع البشر، ويمثل هؤلاء عبدة الشيطان في العصر الحديث. وقد جاء في الإنجيل الشيطاني: لقد كان الإنسان دوما يخلق آلهته بدلا من أن تخلقه الآلهة. ثم بعد ذلك في المبحث الثالث تناولنا فيه أخطار أو خطر هذه الفرقة على المجتمع المسلم وغير المسلم. فهذه الفرقة شكلت خطرا على كل الأصعدة في المجتمعات التي نبتت فيها تلك النبتة الخبيثة، لأن عقائدهم وأفكارهم مؤذنة بفساد العالم وخرابه. سنجد مثلا من ناحية خطرهم على الأديان والقيم الإنسانية، شكل عبدة الشيطان خطرا جسيما على الأديان والقيم الإنسانية، ويصرحون أن أفكارهم تقوم على 3 مبادئ: هي عدم الإيمان بالله، 2 إنكار الذات الإلهية، 3 تحقير الأديان السماوية. وهذه الأفكار تمثل خطرا كبيرا، لأن عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى هي الميزة المشتركة بين كل الجاهليات على مر التاريخ، وعنها تنتج كل الانحرافات في التصور والسلوك، فسيصبح الواقع خاضعا للأهواء والطواغيت والشهوات، الأمر الذي لا يجلب إلا الفساد والدمار والخراب على المجتمع، حين يصبح الله آخر معبود يعبد.
وكذلك من أخطار هذه الفرقة على المجتمع أنه يهدد النسيج الاجتماعي والروابط الأسرية، ويغذي أيضا خطر عبادة الشيطان، فيصل إلى صحة الفرد أيضا، سواء الجسمية أو النفسية. لو قلنا إن هذه الفرقة عندما تنشر الأفكار الشاذة في مجتمع ما، فهذا يهدد نسيجه الاجتماعي متمثلا في انقسام أفراده بين مؤيد ومعارض، ومدافع وممانع. فكيف إذا كانت تلك الأفكار قائمة على عد المجتمع قطيعا، يجب التميز عنه وعدم الاكتراث بالأسرة أو احترام الجار كما هو الحال لدى عبدة الشيطان. في المبحث الرابع تناولنا سبل مواجهة هذه الفرقة الشيطانية، وقد جاء من أهم هذه السبل التي تواجه هذه الفرقة الشيطانية والتي هي حماية للمجتمع. أول هذه السبل التأصيل الإيماني والروحي. يربى النشأ على الإيمان العظيم وعلى القيم الروحية الخالدة، ونقدم لأبنائنا المثل العليا سواء في تاريخنا العريق أو في واقعنا اليوم الذي نعيشه، ونبين لهم مخاطر الأفكار التي تتعارض مع عقيدة الإسلام والمسلمين. لذلك من الوسائل التي تساعد على التأصيل الروحي تفعيل دور المسجد في المجتمع. فالمسجد هو مركز تربوي يربى فيه الناس على الفضيلة وعلى الأخوة وعلى كل معاني الخير، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في حياة المجتمع الإسلامي. ويقي المسجد أيضا يقي من الانحراف الفكري والعقدي. من الأمور الأخرى التي هي تكون طريق في مواجهة هذه الفرقة الشيطانية الاستنارة الذهنية والثقافية، العلم. فالعقل المستنير المنفتح المطلع على العلوم الإنسانية المختلفة مثل التربية وعلم النفس وعلم الاجتماع هو عقل واع وقادر على التميز بين الغث والسمين، كما أنه أيضا قادر على ضبط الجسد وعلى الغرائز والاتجاهات والعادات والعواطف. لذلك يجب أن نشجع أبناءنا وشبابنا على القراءة والثقافة البناءة، مثلما نشجعهم أيضا على التفكير المنطقي واستعمال ميزان العقل لوزن جميع الأمور. كذلك من الأشياء التي يمكن أن تكون طريق في مواجهة هذه الفرقة الشيطانية في المجال الاجتماعي، يعد المجال الاجتماعي مجالا هاما نظرا لتعلقه بكل ما يمس أفراد المجتمع في كافة حياتهم. لذا يجب الاهتمام به عبر الآتي: إعادة المكانة السامية للأسرة. 2. تيسير سبل الزواج من تخفيض المهور وعدم المغالاة فيه. أخيرا، البحث مليء بكثير من الدراسات أو الدراسة التي يمكن أن نستفيد منها. أصل إلى خاتمة البحث وفيها أهم النتائج والتوصيات. توصل الباحث إلى عدة نتائج من هذا البحث، نجمل أهمها في النقاط التالية. أولا، ظاهرة عبادة الشيطان قديمة جدا، ظهرت في عدة حضارات عبر التاريخ، وليست وليدة العصر الحديث، بيد أنها شهدت تطورا فيه. ثانيا، ليس لعبدة الشيطان عقيدة ثابتة ولا منهج واضح، وإنما يجمعهم تقديس إبليس والتحلل من الدين والقيم. ثالثا، كان لبروز ظاهرة عبدة الشيطان في المجتمعات غير الإسلامية آثاره المدمرة على القيم والأفراد والمجتمعات. رابعا، يستغل عبدة الشيطان وسائل التقدم والتكنولوجيا الحديثة لنشر أفكارهم، كما يستغلون أيضا الأغاني والموسيقى لذات الهدف أيضا. كذلك من أهم التوصيات التي نوصي بها في هذا المؤتمر، ضرورة التنبيه لتلك الظاهرة ورصدها وبيان مخاطرها سواء على الدين، سواء على المجتمع أو على الأفراد والجماعات، وذلك قبل أن تكون ظاهرة مستشرية، يعني منتشرة في كافة بلاد المسلمين. وهناك توصيات أخرى ذكرناها في البحث عندما ترجعون إليه إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.